حباي خربانة بالكيسة حطوا خربانة، حطوا بس البطاطا صوص سليمة. والله السنة الحمد لله أجانا موسم، يعني موسم جيد كتير، ونوعية البدار كانت نوعية هاي فبلة كمان جيدة، بس أسعارها أخذنا الطون إحنا بالسنة هاي بالموسم أخذنا الطون بألفين دولار، اليوم أسعارها نازلة ويد العاملة عنا غلت كتير. ننصح المزارع إنه يزرع من النوعية هاي. في أجانا نوع تاني بانيلا طونه 5000 دولار أخذناه، اليوم كيلو كمان 60-70 ليرة ما عم بوفي معنا، شيء غلاء كتير. الأسمدة غالية، محروقات غالية، يد العاملة غلت كتير، شيء فاحش يعني من 200-300 ليرة ل 1000 ليرة اليوم يومية العاملة عم تقف علينا. آجار النقل، التبريد كمان عم كلفنا شيء 4-5 أضعاف 6 أضعاف مثل كل سنة يعني. فنحن ننصح المزارعين، الأخوة المزارعين، إنه يستخدموا هالبدار هذا، النوعية الفابيلا نوعية جيدة، عم تأثر في الشوب، عم تأثر بالبرد. يعني هلا اليوم في عندنا هون نسبة خربان في البطاطا شيء 15% 20% من نتيجة الحر، وأيام الشتاء نتيجة الصقع، يعني ما عم نستفيد شيء، عم صفي لنا بالموسم كلياته شيء 20-25% من بعد كل أتعابنا محروقاتنا ويد العاملة حتى صفي لنا. هذا شيء يعني شوف عينك، وهي العمال وهي كياس البطاطا تفرغ عليها، هاي عمال كلياتها هاي يوميا الأجار ما عندي 100,000 ليرة سوري، يومي 100,000 عم نحطها مشان أجار عمال، من عدا الوقود ومن عدا الهدر ومن عدا خيطان ومن عدا كيس نايل ومن عدا كل شيء.